بابا بابا ايه ايه؟ احنا متراقبين من ساعه ما خرجنا من القسم والعربيه دي ماشيه قدامنا. بص هتغرمي يا ايمي. عربيه ايه دي اللي هتعرفنا السكه؟ وبعدين ادفع لاخوك كفاله 200 جنيه ليه يا ناس؟ ما حدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحه. ما تديها تالت يا عم. ما فيهاش تالت. طب اديها التاني. ما فيهاش تاني ولا تالت. اديها الرابع. ما فيهاش رابع. استغفر الله العظيم. هو انا بقول لك اديها كاس خمره؟ لا فيها تاني ولا تالت ولا رابع. امال فيها ايه؟ فيها بنزين. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو انت كده هتحطني في مأزق. هو انا جاي اخد قرض بصراحه كده يا ميدو؟ امي ما بتحبكش. ايه وايه المفاجاه في كده؟ هو في حد بيحبك في مصر غيري؟ بس ماشي ماشي عزوز خلاص. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. خلاص عزوز خلاص خلاص الحمد لله ورمزي جه اهو. ازيك رمزي؟ ربنا يخليك، بس شكلها كبير شويه. ليه انت بتلبس مقاس كام؟ 39 اسود و42 لو بني. يا عم هتمشي هتمشي. حابب اعرفكم شاري خطيبتي واحتمال نسيب بعض بكره. وبكره ليه؟ ما دلوقتي احسن. ليه يا رمزي كده؟ ليه كده؟ يا عم سيبها تروح لصاحب نصيبها. مش هنروح المعهد؟ اه هنروح دلوقتي، بس عايزين نوصل عزوز في طريقنا واحنا ماشيين. ها عايزنا نروح بلبس الباليه ده يا ميدو؟ يا عزوز انا علمك بقى انا مش داخل الشارع لوحدي طول ما ابوك لسه ساكن فيه. يا عزوز ده انا لسه عايزك تجيب لي الموتوسيكل على المعهد عشان عندي شغل بعد الظهر. يعني انا اروح اتورط مع ابوك وانت تروح تروش وتسيبوا بنات انت واصحابك؟ يا عم مين اللي قال لك كده؟ ده احنا عندنا امتحان والله. خلي الامتحان ده بعدين. هو مين الكابتن اللي واخد رصاصه في صدره ده؟ اخوك الشهيد عزوز صاحبي، واحتمال نسيب بعض بكره. وليه بكره؟ ما دلوقتي احسن. اوعى ميدو. خد يا كابتن. يا كابتن سيبك منه، خليه يروح لصاحب نصيبه. بقول لك ايه؟ معلش انا حاجه بات عندك النهارده. ها بيتك ومطرحك اخويا. اطلع بقى بصينيه الشاي اللي احنا راكبينها دي. بس والله بس تعالى بس والله وانت بقول لك ايه؟ تعالى بقى انكش بقى احسن بقى عشان كده نعمل فيلم تايتانيك وبتاع. خدي بس قول لي ايه يا ست في ايه؟ النهارده ايه كده؟ الحق علينا ميدو وحشتني. اهلا اهلا بعالم سمسم. معاك ربنا. اه رمزي وحشتني وحشتني. ده بأمارة اثنين اللي انت كنت لسه بتطحني فيهم من شويه. طب كنت فين امبارح؟ ايدك ايدك والشحن. وبلاش الدخلات الناعمه دي، انا لسه طالع من الحبس. طب اتفضل تعالى فك معايا وش سلندر. وش سلندر ايه؟ عندنا امتحان جوه. والعربيه؟ عربيه ايه وبتاعي؟ ماشي يعني لو طول كده كاسفني. ايه الكاسفه في وش السلندر يعني؟ ده وش سلندر. بقول لك عندنا امتحان. طب غور بقى. النهارده الامتحان الشفوي. كل فني فيكم قدامه تلفزيون. التلفزيون ده فيه عطل. لازم تتعرف على العطل بنفسك وتصلحه وتنضفه. عايز مهارة في الفتح، سرعة في التصليح، جودة في التقفيل، فتنس في التنفيض. أي فني هيعمل أي مخالفة هكلبش له تلفزيونه. قدامكم 35 دقيقة وهلم التلفزيونات عشان تتصحح. فاهمين؟ فاهمين. دور. مفك صليبه. بتقول ايه؟ ها 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 ها. بيقول لي عاكي مفك صليبه. بصي في التلفزيون بتاعك وانا طلعت بره. بصي وانت يا استاذ هتلبسك التلفزيون في الباطو بتاعك. في فني من غير عده، في جندي من غير سلاح. بس سمحت اسف. ايه وبتاع ايه؟ لازم العده. كله يبص في الجهاز بتاعه كله.
معايا طقم مفكات تايواني عليه مشترك هدية 50 جنيه. ماشي شريهم من عند مشمش اللي فرش بره. ده انا اللي باعهم لي بكام؟ 25 جنيه. تشيل ب15. اخر خير يعني كف كده في اللجنه دي وممكن زبالك واخلع. اقعد اقعد عربيك كف اقعد. رموزه رموزه كلمت لي بابي؟ كلمته. طبعا اعتبر نفسك اشتغلت وبتقبض كمان. انا يشرفني ان اشتغل عند اكبر مستورد اجهزه كهربائيه في البلد، وعلى فكره هيستفيد بخبرتي كتير جدا. طبعا طبعا انا اللي عايز استفيد منك يا باشا. كلمه بعد اذنك، دلوقتي انا مش فاهم حاجه في الليله السودا دي. جايبين لي تلفزيون ابيض واسود، الونه ازاي؟ الونه ازاي يا باشا؟ خلاص خد المقاومه دي حطها في تلفزيونك، هيشتغل على طول، مش هيقدر يقاومك. بالبساطه دي سلمني على بابي. ماشي يا عم، ما اللي ليه ظهر ما يضربش على شاشته. بس يا ولد خليك في حالك. ليلى يا لولا، ليه المعامله دي؟ ده انا بحبك. بتقول ايه؟ لا مفيش وقت للاستغراب. تقولها كمان. بحبك. هتصدقي نفسك على مهلك في البيت. المهم اديني فك صليبه لحسن، فيه مسمار طول كده الوز مش عارفه افكه. حصل قول كده، مفيش مفكات. هتندمي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه يعني؟ صحيح هعمل ايه؟ ما تقلقش، ده ماس صغير كده واحنا في الامتحان. مين اللي فندي ده؟ ده زميلي يا بابا كان بيوصلني. ليه؟ العربية جاية لها حاجة؟ عطلانة قدام المعهد. ما انا قلت لك 100 مرة ما تركبيش العربية دي، ما تعملوش بيها. يلا اتفضلي اتفضلي من قدامي.